في البداية سوف أشرح لكم ما هي الأسباب التي أدت بتغير المناخ في الجزيرة العربية قبل أكثر من 20,000 سنة وتحولها الآن إلى صحراء. الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا، عندما تشاهد الآن الوديان كانت مثل وديان الهند. إذا أحد منكم سافر الخارج مثل أنهار الهند، حد سافرتم إلى الدول التي توجد فيها أمطار موسمية بكثرة غزيرة مثل الهند، هل شاهدتم تلك الوديان وغزارة تلك الوديان والمدى الارتفاع التي تصل إليه تلك الأنهار؟ يعني من كثر الأنهار التي معهم البحر معهم ما في ملوحة. الآن سوف أرجع بكم إلى الوراء شوية، قبل 150 سنة في الجزيرة العربية كانت هناك مجاعة، حصلت مجاعة بسبب شح الماء. وما هي الأسباب التي أدت، يعني أنتم رأيتم مجاعة الصومال، هل تعلمون ما هي الصومال؟ الصومال كانت بساطا أخضر، كانت عندهم مراعي، كان عندهم خير في الصومال. الآن أنتم رأيتم قبل 10 سنوات وقبل 15 سنة مجاعة الصومال، هل تعلمون ما هي الصومال؟ الصومال دعمت الجزيرة العربية بالغذاء لسنين. عندما حصلت المجاعة في الجزيرة العربية الصومال كانت تدعم تلك المجاعة، والآن تغير الزمن. لاحظوا ما هي الأسباب التي أدت إلى تغير المناخ. تغير المناخ سوف أرجع بكم شو عشان نفهم. تغير المناخ في الصومال بينما بعض المناطق في أفريقيا لا تزال يعني محافظة على بساطها الأخضر وعلى غاباتها وأدغالها والأشجار والغابات الموجودة في أفريقيا. سوف الآن آتيكم. طبعا كل منطقة توجد فيها غابات. الآن حركة الرياح في المحيط الهندي إلى أين تذهب؟ عندما تدخل الرياح وتدخل لتذهب المحيط الهندي عندما يأتي فصل الصيف إلى أين تذهب الرياح؟ تذهب إلى إلى شرق الهند، إلى كيرلا. لماذا تذهب إلى كيرلا ولا تذهب إلى بومبي على مساحة تقريبا 5,000 كيلومتر الساحل الهندي المواجه للمحيط الهندي؟ تذهب الغابات إلى أندونيسيا وإلى إلى أفريقيا، تتوجه الرياح، تسوق الأمطار الموسمية وتجلس معهم إلى 4 شهور أو 5 شهور كلها أمطار، وينتج عن هذه الأمطار أنهار، وأيضا جزء منها يمر محاذي لبحر العرب، وجزء نسبة بسيطة منه تدخل إلى صلالة، ما يسمى اليوم معنا بخريف صلالة. خريف صلالة هذا كان يصل إلى جزيرة مصيرة. لو تشاهدون في الجيولوجيا وتنظرون إلى وديان صقرة ومدركة إلى مرتفعات جبال ظفار، سوف تجدونها شبيهة بالوديان الموجودة في ظفار. كانت أمطار غزيرة، أنهار تجري بخلال فيه تلك الوديان، أنهار تجري في تلك الوديان. فالآن سوف أشرح لكم لماذا تأتي إلى ظفار وتقلص حجم الخريف من جزيرة المصيرة. جزيرة المصيرة كانت تسمى سيرابيس، جزيرة المصيرة كانت تسمى سيرابيس من كثر يعني وريحتها، يعني ريحة من عدة أيام يشم ريحة جزيرة مصيرة. يعني كان عندما تمر السفن، نحن الآن يقول اقتربنا من عمان، اقتربنا من جزيرة مصيرة، كانت يعني خضراء. لو تلاحظون الآن الوديان الموجودة في جزيرة مصيرة، لاحظوا عندما تأتي وديان أمطار غزيرة لا ترتفع إلى مستوى بسيط عدة أمتار، ولاحظوا العوامل الجيولوجية إلى أي مدى كانت تصل إليه الأمطار في الوديان في جزيرة مصيرة. وكل الوديان الموجودة في عمان، خاصة الوديان الموجودة على سلسلة جبال ظفار أو مرتفعات جبال ظفار. الآن سوف أشرح لكم، هل فهمتم؟ المنطقة التي توجد فيها كمية كثيفة من الغابات ومن الأشجار تتوجه الرياح إليها، وإذا توجهت الرياح إليها تسوق إليها السحب. الآن لو تلاحظون السحب تذهب خاصة أول بداية إلى أين تذهب؟ المتجهة إلى أفريقيا، تذهب إلى جزيرة مدغشقر. لماذا جزيرة مدغشقر توجد فيها أشجار معمرة عمرها آلاف السنين؟ ثم بعد ذلك تدخل تتوجه إلى أفريقيا الوسطى، إلى أدغال أفريقيا، إلى الغابات، تسوق الأمطار من المحيط الهندي وتوجهها إلى أدغال أفريقيا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك إلى صلالة. صلالة توجد فيها أشجار ومناخها معتدل
وتسوق كميه من الامطار لها وينتج معنا خريف مده شهرين 3 شهور في عمان، وكذلك في اليمن توجد مناطق بارده. فالان فهمتم؟ هل فهمتم؟ كل ما كان على الكره الارضيه اشجار وكميات كثيفه من الاشجار، هذه الاشجار تعمل على جذب الرياح من المحيط الهندي، الرياح الموسميه، وهذه الرياح تجلب سحب وتجلب امطار. فهمتم هذا الشيء؟ الان سوف ناتيكم بالفكره كيف نجذب هذه الرياح ونعمل مناخ متوفر شبيه بافريقيا وشبيه بكيرلا واندونيسيا وغيرها من البلدان التي تجذب هذه الامطار وتنتج، وبنغلاديش وغيرها من البلدان التي لا تزال الان يعني الحمد لله فضل الله توجد فيها يعني اشجار مقاومه للتصحر. نحن الان لا يوجد معنا الاسباب التي ادت الى ذلك الشيء وحصول مجاعه الصومال. الصومال لا يوجد فيها اشجار مقاومه للتصحر، لو كان يوجد فيها اشجار مقاومه للتصحر مثلا احد الاسباب التي يعني تاتي بالخريف الى خريف صالح هي اشجار اللبان، توجد معهم اشجار واشجار النارجيل، واحد اسباب التي تجلب الامطار الى كيرلا هي اشجار النارجيل. لو تلاحظون احد منكم سافر الى كيرلا او عنده خلفيه عن كيرلا مليئة بأشجار النارجيل، هذه الأشجار تلطف الجو وتعمل على جذب حركة الرياح. الآن فهمنا هذا الشيء؟ أتمنى الفكرة وصلت إليكم. كل منطقة التي تحتوي على بساط أخضر وتوجد فيها غابات أشجار هي المنطقة التي تجذب حركة الرياح، وحركة الرياح تسوق إليها الأمطار. أتمنى أنكم فهمتم هذا الشيء. الآن سوف ننتقل إلى الأجزاء الثانية.